مطلوب ان هو يتقدم مشروع من الحكومه لمد حاله الطوارئ، ما يقدمش واحد، بالتالي ما طب والحاله انتهت يوم الخميس؟ ما انتهت خلاص، احنا القانون الوطني نعيش من غير طوارئ مش مشكله. انتهت ومن غير طوارئ وموجود 25,000 سجين هربانين من السجون لم يقبض على 2000. انا الحقيقه 25 قطعه سلاح الي مسروقه من السجون ومن اقسام الشرطه لم تسترد، اللي احنا فيه ده ازاي؟ طيب بس اصل خطر ان انا عايز الاقي بديل، انا بس ما بقولش ان خطر ان انا الحاله تنتهي يوم الخميس وما عنديش بديل. هو الحقيقه انا من رايي ان قانون الطوارئ في الظروف اللي احنا فيها دي يمد لمده شهرين فقط. شهرين فقط، الشهر بتاع الانتخابات وشهر بعد منه حتى تستقر الامور بعض الشيء، ثم نفكر في تدبير يكون. اولا احنا لما حضرتك تطلع على قانون العقوبات تجد ان مليء بكل ما يضمن لهذه البلد بالاستمرار، يعني مليء وكل ما هناك اللي بيعمل ايه بيعملوا قانون الطوارئ، ان بيخلي الضابط بدل ما يجي النهارده واحنا قاعدين يدخل علينا دلوقتي في غرفه قانون الطوارئ ممكن يدخل علينا ويقفل الكاميرات ويعمل كل حاجه من غير اذن. لا، ده بالنسبه للطوارئ. في الظروف العادية لابد أن يعد تقرير ويقدمه للنيابة ويستأذنها إلى آخره. ده كل اللي بيعمله، بيديله سلطات استثنائية في القبض والتفتيش والحبس وهذه الأمور.